وإلى استعراضات مختلف المهارات الفنية لرياضة التايكوندو بحضور وزير الشباب والرياضة وعشاق هذه الرياضة عباس بكر. التايكوندو هي إحدى الفنون القتالية لدى مختلف المجتمعات، وهي أكثر من كونها مجرد مهارات قتالية جسدية، كما أن رياضة التايكوندو تعتمد على ركلات والضربات المباشرة، وفي نفس الوقت لا تهمل استخدام اللكمات، لذا فقد جاءت هذه الاستعراضات لستاسيون تايجر، وهذا ما يؤكد بأن البلاد تمتلك العديد من ممارسي هذه الفنون الرياضية. وعليه فقد شجع وزير الشباب والرياضة يوسف أبا سلاح ممارسي هذه الفنون، مطالبا منهم المواظبة من أجل تطوير مهاراتهم القتالية، وأن البلاد بحاجة إلى مثل هذه الفنون. وعليه فإن مثل هذه الفنون الرياضية تساعد الشباب في اكتساب المهارات المختلفة لممارسة رياضة تايكوندو. نهاية النشرة الرئيسية لهذا المساء، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق وفق الأخبار، في أمان الله.